تبع الرحمة تبع الرحمة إنت السعادة إنت تبع
وطوبى لمن تعلق قلبه بها فمن احب هذه الفئه كان حبه لها دين وعباده ربح وزياده من تعلق قلبه بها الله تحت عرشه يوم القيامه سبعه يضلهم الله يوم القيامه حيث لا ضد الا ضده من بينه مرضه تعلق قلبه بنفسه سبعه معتدين يوم القيامه لوضع السجن وزينة دينهم يتلقي الانتظار من بينهم منتها كل ستة نفس في دوري صحة في دوري اتحضر صلوات خمسة نفس الجمعة في كنسي ثم عمل على بناء نفس أما بلا تكفيزة جديدة زينة الشرطة فمن أفضلها وكرهها وسعى لهدمها وتعطيلها عن كونها او بنشر الفتنه فيها وتصليح عمارها والطعن في ائمتها وجعاتها ومن يعمل بالشر فيها كان من افضل الضرر عند الله جل وعلا اما ونيت بجوار تبدا فيها ومنيت بزي الشتاء ثم يبدا تعطيل دور أو زي المعنى أو لصالح لا فكذب يعني لا يوجد مشاكل فهؤلاء أو يعمل على الشر فتنة ذلك المسجد أو يفرق بين عمارها أو يطعن يطعن في الأئمة يحرق كيوها يحرق إمامها إذن هؤلاء كانوا من أكبر اسم الله عند الله عز وجل ولذلك وصفهم الله تعالى في قوله وما نظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في حرامها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها في تقاربهم فكثره الخطا فكره الخطا ونكتا بفكر ونظر الخطا اليها تثبت من شيء كويس خصوصا منطقه النظر ولا يصدق ربما ارجع ربما تزن من اسمك ربما ينزل الجود الى الحمو الى اليك ثم يسير الى القطع لتسجد من شيء كويس بشر حافظ اريسرتك الايمان بالجماعه ثم يرفع الله بها الخطايا ويرفع بها الضرر كن في كيف كن الباب تعجل ستعبر الخطايا معاصي ثم يرفع زكاة الدرجة أما انتظار الصلاة فيها بعد صلاة من أعظم العمل زدت الظهر في مدة زدت العصر في المغرب خصوص المغرب زدت المغرب في العشاء حسب كذا صلاة الحجب إذن هذا كذلك انتظار الصلاة فيها بعد صلاة من أعظم الأعمال قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخير في الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إن الزلو فيه يعني إيش الحاجة؟ صلاة من حاجة الخطايا يعني يوم الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره ونسبة الوضوء يعني إدراك الوضوء في المساجد في إجري ونفهم في شكل الأنفيلة انتظار الصلاة مع الصلاة فذلك الرباط وعند الكنة المال فذلك الرباط فذلك الرباط فذلك المشي إليها بالظلم يوجب النور التام والدين أما ما يقول الإخبار الدين الشعر والأشياء تجلس والمثور والمولية والإنارة الأطوار الكيلة فهذا الكتاب يوجب النور يوم فقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه حيث الشريف المسلم الاخر لانه اسجد الثور اذ النور يكمل يوم القيامه ونيكوان قد يسجد ويكتمل ويكتمل الامام هذه المساجد ايها الاخوه عبر القصور مستشرقه خرجت لنا خرجت
لكم أبدارا، أرسلتم شجعانا، أرسلتم آلة، أرسلتم دعاء، أرسلتم أئمة، أرسلتم قضاة، أرسلت العظماء والعلماء والسادة والمجاهدين، أرسلت أمثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الفتوحات ونصروا الأنصار، جاهدوا في الله حق جهاده، فتحوا القلوب والبلاد، أرسلت أمثال هؤلاء لما عرفوا خسر المساجد وبيوت الله ثم عمروا عنها. في جيدة من عبر الرسول ونذكر التاريخ قال الله تعالى في وجود أذن الله أن ترفع
ويذكر في الأسبوع. الجنود فلن الله الفرحة بناء إعلان في باب المسجد سمعة ثم أن يذكر بها اسم الله. ويكفي لنا شرفا من بناها ما ذكر في الصحيحين عن يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى يفتح به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. من بنى مسجدا هذا معروف البلد وغيرنا ثم عمل في السوق فمن ساهم ويؤتي الكلمه الحسنه الكلمه الطيبه ويمشي شاذ اني يا وليد حلوى وتعرف الشعر والمشاكل وتكون هنا عاوننا غير الكلمه الطيبه فمن بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله لازم صدق بنيا وجه الله بنى الله له بيت الجنه بيت الجنه وملائكة في الجنة وما ذكر فتذا المكواة. ولذا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجما كان أول مشروع كان من تسجيله في عاصمته الطيبة أن وضع مدرسة لبنائه ذاك المسجد لتنطلق منه الدعوة الإسلامية. وصلوا من هذا المسجد المدينة لابن مسجد قباء كما قلت لك. ولتتربى فيه الأرواح المؤمنة ولتهتدي فيه القلوب صادقه. لم يبني صلى الله عليه وسلم سكنه عسكريه ولا سجون اسلاميه. ماشي ابن سكنه قشلان عسكر يعني انجاز حرس لا ابن المسجد او اصلاحيات اجتماعيه. بل لم يبني حتى المدارس حتى الجامعات انما اقام مسجده صلى الله عليه وسلم ليكون مدرسه للدرجه. ما يبنيوش المدارس انما المسجد وليس مدرسة لإكسكوش هي مدرسة للتربية والتعليم جامعة للتعليم معهد للإصلاح وليكون روضة لرياض الجنة في الأرض يقع فيها المؤمنون مثل الحديث في سورة البقاري عن اللهو وتضييع الأوقات وفعل المحرمات وغيرها. هذه المساجد جعلها الله خير البقاع وخير الأماكن وأحب البلاد إلى الله المساجد فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب البلاد إلى الله المساجد وإن أبغض البلاد إلى الله الأسواق. أحب بلاد الله تمشي له وتمشي شعر في الأسواق هذا السعر هذا الفرح. انظروا الى هذا المكان الذي نحن فيه اليوم. امشى الذي جاء ربما في السابق كان مكانا لا يساوي شيئا. قبل ما تركب تاكسيات طبعا مشى عادي بكم ساعه عادي لسنة تجارة مشرفة. لكن وربما تغير ذلك هناك دار ربما تكون في سيارة الحرم ربما يعني كان دائما الناس في نشرة ربما. ولكن الآن هذا المكان أصبح اليوم من أحب البقاع إلى الله تعالى وأصبحت ليس من بيوت الله بعدما أن كانت ربما وكرا للأسباب والسكارى وغيرهم. أصبح لها قيمة، أصبح لها قدسية، أصبحت الصلاة فيها تفضل الصلاة في غيرها من البقاع من غير المساجد 27 طرفا. يقول فصلت منهم شباب 23 طلبة. بعدما عرفنا قيمة المساجد أيها الإخوة وقيمة وجود الله تعالى يجب أن نعلم أن لهذه المساجد حقوقا وآداب. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمثل بها ويحترمها. هذه الحقوق أختصرها لكم في بيوت أذن الله أن ترفع. أن ترفع حسا ومعنى فلا يكون شيء أفضل منها. انظروا إلى كلام النصارى وحالها ومساجدنا أولى منها وزرقها. مدد الكنيسة منع من الرومي
سمعت الناس كده. وهم على طلب مش شايفين في ده، وكان اولى بلام ومع ذلك لا يكون في بيوت اذن الله ان ترفع، وذلك في حكايه الحقوق والاداب التي حفظها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين لنا كيف نخرج من بيوت الله من بيوتنا الى المسجد بوقار وحشمه. نعلم من الفضيل من البروس ومن المقطع عن الله سبحانه عن رأس قد نزيد في ذو الوقار في ذو الحشمة، وكيف ندخل المسجد بالرجل اليمنى، وماذا نقول ونخرج من الأسرة، وماذا نقول على صدر من إذا دخل أحدكم المسجد فليقرأ الله ما تفتح لي أبواب رحمته من هذا الأخوان كل شيء سيناه فليقرأ الله ما تفتح لي أبواب رحمته. أما من الفضل إذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. ثم أن يدخل المسجد وعليه السكينة والوقار، ولا يسرع أو يجري كما يفعل كثير. ثم تدخل المسجد تجد السكينة تجد الوقار تجد الحشمة تجد الاحترام والترشاد تزيد. ماذا يعني الإمام بعد أبي قتادة قام بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلدة الرجال، فلما صلى وصلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على المدن وسلم تعدل البؤس يعني كبيرة الحرارات الإيمان لا تجيكم. فاستعجلنا قالوا استعجلنا استعجلت الرجال باش أتركب صلاة الإيمان. إن الثلاث تعالوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. وتجيب الشاك وجه التأول من تركب فما أدركتم فصلوا. غضب مش يعدل خفف فأتموا. ثم إذا دخل المسجد فليصلي تحية المسجد. نجمع من تحية المسجد قبله. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي اثنين ركعتين من باب الاستطاعة. ثم إذا أتى المسجد متأخرا فعليه أن يجلس حيث انتهى به المكان. أما الإنسان قالوا صوت الطابور يبقى باش تصلي من يبدو إلى شيء أخر قبلت. ولا يقف تارك الناس ولا يفرق بين الجالسين ولا يقيم أحدا من مكانه ليجلس هو. لأن سكان الإنسان مش كثير من مشاهد لا، وخاصة يوم الجمعة لما جاء في الحديث أن رجلا جاء يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد هديت. إذا أيها الإخوة الأعزاء تبارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الأوان عن الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من آداب المسجد وحقوقه أن لا يحتجز فيه مكانا معينا. ليس تمثيلا التدريج مشان خاص لتشكيل الدكان، ما يفيد الانسان مشان يخوان نعرف فقط. فمنع الاسلام على المسلمين احتجاز مكان في المسجد بسجاده او كرسي او غيره. احتجاز السجاده خاص من الكرسي. لماذا؟ لان هذا الحجز مخالف للشرع ولحقوق المسجد وحقوق المصلين من عده. الناس في بيوت الله سواء، فما هو حق هذا الشخص الذي يتقدم على غيره؟ قد تتحول العبادة إلى عادة، نفس المكان نفس المكان. هذا يسمى التبعيد، أي مشابهة للبعيد وكنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يؤدي حج هذا التساهل بالصلاة لأنه يعرف أن مكانه محجوز. ماذا من عبادة يتهاون يقاس الأحشاء زيد لنا مشانين معروف وزيد من ولاديش ويتراقى عن الاستعداد والحضور باكرا. رابعا، قد يؤدي الى تخطي لكام الناس
الناس حاولوا ان يدعوا بعض من مفارس وصارت خصومات فيما بينهم. من اراد ان يسبق الى الصف الاول فليبكي، والا اخذ كرسيه او ما يجلس عليه ووضع الزواحف الثاني فوق في تنطرس يعني من تداويل تلقائيه من هذا النوع. فاتقوا الله ايها الاخوه وعلموا وعليكم ان تعرفوا ما للمساجد من المكانه وعظمتها في انفسكم وعند الله عز وجل، فهي ملوك الله في الارض. الله جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اهدنا ووفقنا ورشدنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم ارزقنا الحب فيه والفوق فيه، اللهم رد دور مساجدنا كما كان في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومناراتا للعلم والفكر والخير الكبير، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوفهم، اللهم اللهم اصلح لنا محمد السادس صلاح بنور الاسلام المنزرة، وقيد الله بطاقته الصالحه الناصحه من العلماء، تعينه على هذه الامانه العظمى. امين يا رب العالمين. اللهم هذه الجماعه بارك لهم في صحتهم، وبارك لهم في ارزاقهم، وبارك لهم في اوكادهم، واجعل خيرهم هذا العمل الذي قدموه للمسلمين جزاء عندك يوم القيامه. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين، اللهم كن مع اصحاب النصره البيضاء، اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغني لا يغني سقما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وبقيه الصحابه اجمعين ومن تبعهم من السلف الصالحين ومن العلماء الحامدين وعنا معهم يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وشكرا. المجلس العلمي مناسبه هي افتتاح المسجد، والان يعني في الحقيقه يقريب اقتراح وجه نضم ضمكرا لبناء المساجد، وحتى انه الان ما يزيد عن 730 مسجد في الاقليم. وهذه بناء المساجد وعمارتها خصوصا تفريشها دائما يعود الى المواطنين. المسجد يبني المسجد، فالجماعه حينما تكون جماعه لجنه المسجد فتدور على المساجد وعلى المحسنين، وما اكثرهم في بلدنا، فجزاهم الله خيرا، فهم لا يبخلون على بناء المساجد او في تفريشها او صيانتها او ترميم، حتى ترميم المساجد، عدد كبير من المساجد التي رميت بمعنى انها وهناك من هدمت وبنت بنيت عليها مساجد اخرى في منتهى الروعه. اذا فالمسجد يلعب دورا مهما في اعاده في التربيه، في اصلاح ذات البين، في توحيد الامه، في يعني في كثير من الامور. ونحن الان نتمنى ان شاء الله ان نعيد هذه المكانه التي كانت في عند المساجد في القرون القديمه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم. اذا وشكرا على هذا. شكرا سيمون استاذ زكريم، شكرا بارك الله فيك. كاوي محمد امين المسجد الكبير، كنشكر الجماعه جميع ولاد الداخل العيش بركانيين، ولاد الداخل العيش، ولاد يوسف، ولاد اسماعيل، ولاد الهادي، ولاد محمد اسماعيل، ولاد عبد الله. كنشكر الجميع من احبابهم نعم سيدي الغايب والحاضر، الله يجازيهم بخير. نهنيا كنغيب الدين المجهود نعم كنغي المجهود تمثيله وزيد بنا، الله يجازيهم بخير. امين تمثيله ولكن زيتنا الليق
الحمد لله رب العالمين. كنشكر الجامعة الجامعة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الكريم محمد غيلان. نشكر الجماعة على هذا العمل اللي قاموا به. الإمام ديال هذا المسجد. نشكر الجماعة على هذا العمل اللي قاموا به. الله يجزيهم بالخير. جزاهم الله أحسن الجزاء. الله يوفقهم لكل خير. الله يجمع الكلمة. الله يحبب لهم الإيمان. الله يحبب لهم الإيمان. اللهم يا ربي ألف بين قلوبهم. ولا تقلع في الجماعة الذي يسمى الكامية نحن في موضع الخير كبير. اللهم لك الحمد. اللهم لك الله يجزيهم بخير. بارك الله فيك. اللهم يجزيك عمر هذه الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله. كما وليدي. الله وهذه هي. الله يجزيكم بخير.